عايز بس اوجه تحية لامير عزم مجاهد. بصراحة حب من اللعيبة، بيثبت انه في حتة تانية، بيثبت انه كفاءة. لامير كل التحية والتقدير، واستوقفتني هذه الصور لامير من مباراة غزل المحلة، قلت اختم بيها اهو. ورحم الله عمنا عزم مجاهد، وهذاك الشبل من هذا الاسد، او هذا الشبل من ذاك الاسد. أثناء مباراة غزل المحلة، صدي الكاميرا، نصير المصور نصير، ولقطات خاصة لأمير، حاجات عجبتني جدا بصراحة، وألفة ومحبة على طول مع كارديرون، لأنه أمير زملكاوي ومع المصلحة العامة يعني، ومن المحاسن اللي اتعملت تعيينه. نكشف الحب اهو، هي دي الروح، وده دايما اللي بيخلي امير يكون مفيد. وما كانش نجح مع واحد من اعظم المدربين، جروس كان بيحب امير وبيثق فيه جدا 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 اهو، وتعليمات اهو. يعني تحيه الامير عزمي، بصراحه ما كانش ينفع اشوف اللقطات دي وما علقش عليها، وانا من المساندين بقوه الامير والتعيين امير، وشايف انه هو قرار صائب جدا جدا. فتحيه الامير عزمي ومجهوده، وكمان تحيه للكابتن مدحت عبد الهادي اللي واقف جنبه اهو. بصراحه الاثنين انخرطوا في العمل، والنهارده كان واضح حتى الحضن اللي ما بين كاردرون وما بين مدحت عبد الهادي، ان الناس بتشتغل ومش فاضيه للكلام ومش فاضيه للقيل والقال. طبعا انتوا عارفين مدحت عبد الهادي كان مع باتشيكو، فطبعا عنده خبرات كتير، وامير كان مع جروس، فانت كده عندك مدرسه فرنسويه مع باتشيكو البرتغالي، مع جروس يعني السويسري. ف يعني بصراحه التعديل اللي حصل في الجهاز ده يستحق الاحترام ويستحق التحيه، ده لصالح نادي الزمالك. اي حاجه لصالح نادي الزمالك احنا معاها، لان ما كانش ينفع يبقى هذا الرجل مسيطر ويقول ما حدش يجي غير بمزاجي. ده كلام قمه في الاحترام وشيء اكتر من هايل.